السلام عليكم ورحمة الله. جامعة الدمام، وكالة التعليم عن بعد، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، دكتور محمود عبد العزيز توني، مقرر طرق البحث. كنا اتكلمنا في المحاضرات السابقة عن الاستبيان وكيفية تصميم الاستبيان، والمفروض الضوابط اللي نضعيها عند تصميم الاستبيان، وأيضا حتى الضوابط اللي نضعيها عند إخراج الاستبيان وطباعته، ونشوف الألوان اللي ممكن نستخدمها ونوع الورق وكيفية مراعاة بقى الأمور خاصة بتوزيع الاستبيان وكيفية استعادة الاستبيان. في نقطة مهمة جدا أيضا خاصة بالاستبيان، وهي قياس مدى صدق وثبات الاستبيان والأسئلة الموجودة في الاستبيان، علشان نقدر نطمن ان الاستبيان بتاعنا استبيان جيد، العبارات اللي فيه فعلا تعبر عن موضوع الدراسة، تتميز بثباتها، بحيث ان انا لو وزعته على نفس المجموعة بعد فترة معينة هلاقيه تقريبا يديه نفس النتائج. فمهم جدا ان انا اعمل هذه الاختبارات الخاصة بصدق وثبات الاستبيان، علشان اقدر اتأكد ان هذه الاداة او هذا الاستبيان استبيان جيد، هيدي النتائج جيد تتميز بالصدق والثبات. وهو ده موضوع محاضرتنا النهاردة، ان شاء الله هنتكلم عن صدق وثبات الاستبيان. بالتالي لو جينا نشوف الاهداف التعليمية للدرس بتاع النهاردة، هنحاول ان احنا نتعرف على تحكيم الاستبيان، ما المقصود بتحكيم الاستبيان، نتعرف على ثبات الاستبيان وطرق حسابه، ما المقصود بثبات الاستبيان، وهي الطرق المختلفة اللي ممكن نستخدمها في حساب أو التعرف على ثبات الاستبيان. وبعد كده هنحاول إن احنا نتعرف ما هي العوامل اللي ممكن تؤثر في ثبات الاستبيان، اللي يخلي ممكن الاستبيان يتميز بالثبات أو عدم الثبات. وبعد كده نتعرف على صدق الاستبيان والأنواع المختلفة من صدق الاستبيان. وآخر حاجة نتكلم أيضا عن طرق التحقق من صدق الاستبيان. طيب، نيجي نشوف طرق تحكيم الاستبيان. بنقول إذا روعيت الإجراءات التفصيلية والمحددة عند تصميم الاستبيان وعند تطبيقه وعند استيفائه، هيكون الباحث قد توصل إلى ما يسمى ثبات وصدق الاستبيان. هذه الإجراءات لابد ان يعرفها الباحث الذي يستخدم هذا النوع من الادوات. طالما ان احنا لجأنا الى الاستبيان كوسيلة لتجميع البيانات، فلن ينتهي الدور فقط عند تصميم الاستبيان، لابد ان انا اعمل زي ما قلنا اختبارات صدق وثبات الاستبيان، علشان اتأكد من ان هذه الاداة اداة جيدة. كثيرا ما يصعب على الباحث التأكد من ان المجيب قد أجاب عن الفقر أو السؤال بصدق، يعني برضو الباحث بيتساءل يا ترى هل المستجيبين فعلا كانوا صادقين عند إجابتهم عن هذه الفقرة، أو خدوها بمحمل الجدية، وبالتالي عليا أن أنا أختبر ذلك، وهنشوف إزاي أن أنا أختبر مدى صدق الاستبيان ومدى ثباته. نيجي نشوف التثبت من مناسبة الفقرات بالصدق والاستبيان. بنلاحظ ان جمع البيانات عن طريق الاستبيان زي ما قلنا يحتمل ان يترك الباحث ولديه بعض المشاعر القلق، ممكن عدم امن وشك فيما يتصل به البيانات، هل يا ترى البيانات دي دقيقة، هل هي صحيحة، وقد يلاحظ ان هناك اخطاء في البيانات التي جمعت وان الامر يقتضي تقديرها، يعني في بعض الاخطاء ممكن من خلال خبرته شاف ان هذه البيانات غير صحيحة. الباحث الجيد المفترض ان يضع من ادواته من العناصر التي تمكنه من التأكد من صحة مجموعة من البيانات. مش معقول ان انا هاخد البيانات زي ما هي واحللها بدون ما اعمل اختبارات على مدى صدق وثبات هذه البيانات. في بعض الاخطاء من الصعب تقديرها، قد يصعب ضبط وتقدير أنماط معينة من الأخطاء، وهي تسمى أخطاء الاستجابة، فقد يبالغ المستجيب مثلا في تقدير الخصائص المرغوب فيها
اجتماعيا كمستوى التعليم او مستوى الدخل ما لم يسبق ذلك، اسئله تتناول تفاصيل تجعل تزويد الاجابات فيما بعد ايه مجسوة. يعني ممكن ان انا اضع بعض التفاصيل اللي يخليه اجابته على هذه الاسئله ما يقدرش ايه ما يقدرش انه يقود غير الاجابه الصحيحه. فمثلا اذا اريد مثلا تقدير دخل الفرد فقد يبدا بتحديد مكان عمله، اقول له هو العمل بتاعك فين، مركز المؤسسه، طب المرتب الاساسي لهذا المركز ايه، قبل البدء بالسؤال عن ايه عن دخلك كام. وبالتالي في هذه الحاله لو قال مثلا والله هذا المركز مثلا دخله بيتراوح من كذا لكذا، او مستويات الدخول في هذه المؤسسه من كذا لكذا، فمش معقوله هيجي بعد كده يقول مستوى الدخل اعلى من هذه المستويات اللي هو حددها مسبقا. طيب بنقول الثبات والصدق يعتبر من اهم الشروط المنهجيه في تصميم ادوات البحث. يعني الباحث اللي ما يعملش اختبارات الصدق والثبات على الاستبيان النتائج بتاعته قد يشوبها كثير من عدم الدقه وعدم المصداقيه. عشان كده مهم جدا بالنسبه للباحث اللي هيستخدم الاستبيان كوسيله لتجميع البيانات ان يعمل مثل هذه ايه الاختبارات. نيجي نشوف الاول الثبات ريابيلتي، ونشوف ماذا يقصد بها، ونشوف كيفيه التحقق منها، وناخد مثال عملي ونحاول نطبق عليه باستخدام البرنامج الاحصائي SPSS. الثبات تعريفه بيشير الى الاتساق والحصول على نفس النتائج عندما يتم تطبيق الاستبيان في المره الثانيه. يعني لو جيت الاستبيان ده طبقته على نفس المجموعه ده بعد فتره معينه هتديني تقريبا نفس النتائج. يبقى في هذه الحاله اقول ان هذا الاستبيان ايه يتسم بالثبات، ان النتائج ما اتغيرتش. لو رجعت ان انا عملت هذا الاستبيان مره اخرى على نفس ايه العين، بمعنى اخر ان يعطي النتائج نفسها اذا اعيد تطبيق الاستبانه على نفس العينه وفي نفس ايه الظروف. خلي بالكم ان احنا بنطبقه في هذه الحاله على نفس العينه وفي نفس ايه الظروف، لان ممكن اختلاف الظروف يؤدي لاختلاف النتائج، وممكن اختلاف العينه ايضا ممكن يؤدي الى اختلاف النتائج. كيف يمكن قياس الثبات بهذه الطريقه؟ في عندنا ثلاث طرق ممكن نستخدمها لقياس الثبات في الاستبيان. الطريقه الاولى وهي الطريقه يعني سهله وهي الاختبار وعاده الاختبار. هنا بيتم في هذه الطريقه تطبيق الاستبيانه على عينه استطلاعيه، طبعا مش هطبق الاستبيان على كل العينه وبعد كده هرجع اعمل مره ثانيه على نفس كل العينه، لا، وانما هاخد عينه استطلاعيه مثلا 10 مفردات مثلا من العينه بتاعتي وابدا اوزع عليهم ايه؟ الاستبيان. وبعد كده مثلا بعد اسبوعين ارجع اوزع الاستبيان على نفس ال 10 اشخاص دول اللي هي العينه الاستطلاعيه واشوف النتائج هل فيها ثبات ولا اختلفت بشكل كبير. وهنا بيتم في هذه الطريقه تطبيق الاستبانه زي ما قلنا على عينه استطلاعيه وليس عينه البحث، يعني عينه البحث ممكن مثلا تكون 1000 او 500 او 200، هل معقول ان انا هعيد توزيع الاستبانات مره اخرى على عينه الدراسه؟ حتى هم يتساءلوا هو ليه انت ليه جايبها لنا ثاني؟ ما انت وزعتها علينا واجبنا، وانما بيكون على عينه استطلاعيه 10 وتبقى عارف ان هذا يبقى عارفين ان هذا بغرض ايه؟ اختبار ثبات الاستبيان. بعد ما بنحسب نطبق الاستبانه على العينه مرتين وزي ما قلنا يكون فاصل زمن على الاقل لمدته اسبوعين، بنحسب ما يسمى معامل الارتباط بين الاجابات في المرتين. نشوف معامل الارتباط، هل في ارتباط قوي؟ وبالتالي لو كان الارتباط هنا مرتفع قوي، والارتباط عاده لما يكون مرتفع بيكون اكثر من 8 من 10. ان احنا عارفين ان معامل الارتباط تتراوح ما بين صفر وما بين واحد. صفر يعني ما فيش ارتباط خالص ما بين المتغيرين، وواحد يعني تقريبا هو نفس المتغير فالارتباط بنسبه 100%. لكن بنقول كل ما اقترب معامل الارتباط من الواحد دل على ان الارتباط ما بين المتغيرين ايه قوي. فلو مثلا 8 من 10 85% 9 من 10 ده يدل على ان في ارتباط قوي ما بين المتغيرين. وبالتالي لو لقيت معامل الارتباط ما بين الإجابات
كبير مرتفع، ده يدل على ثبات الاستبيان. يعني تقريبا الإجابات متقاربة إلى حد كبير في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وده يدل على أن هذه الاستبانة صالحة لأغراض الدراسة، أن النتائج بتاعتها تتميز بالثبات. يعني لو وزعتها على العينة بتاعتي بعد فترة أخرى سوف تكون الإجابات تقريبا يعني متقاربة إلى حد كبير. طب ايه هي المزايا هذه الطريقه وايه هي العيوب بتاعتها؟ من مزايا طريقه اعاده التطبيق انها تصلح للاستبيانات ذات الفقرات الصغيره قليله العدد عشان اقدر احسب معامل الارتباط ما بينها، وحتى ما تبقاش ممله بالنسبه للعينه الاستطلاعيه اللي انا هوزع عليها الاستبانه مرتين. يبقى هذه الطريقه بتصلح لما تكون الفقرات بتاعت الاستبانه صغيره او قليله العدد. ايضا تصلح لايجاد ثبات الاستبانات المتعددة الأبعاد، لما نكون مثلا بتقيس أبعاد أو اتجاهات مختلفة. طب إيه هي عيوب هذه الطريقة؟ أول حاجة إنها تستغرق وقت طويل وجهد كبير من الباحث. ليه؟ لأن زي ما قلنا إن هيعمل في الأول عينة استطلاعية ويوزع عليها الاستبانة، وبعد كده ينتظر أسبوعين، وبعد كده يرجع يوزع عينة استطلاعية أخرى ويجمع النتائج ويحسن معامل الارتباط، وبعد كده يبدا يوزع على العينه الاصليه تحت البحث. ممكن تاخد وقت طويل من الباحث، قد لا يكون عنده هذا الوقت وهذا الجهد. ايضا كمان قد لا يتوافر نفس افراد العينه لما يجي يعيد الاختبار، ودي نقطه مهمه، لان احنا قلنا لابد ان انا لما اعيد الاختبار هعيدهم على نفس العينه الاستطلاعيه، وممكن في احتمال عدم تواجد نفس افراد عينه الدراسه عند إعادة الاختبار، وبالتالي هنا هذه الصعوبة بتخلي هذه الطريقة غير ممكن. أيضا عدم ضمان التسهيلات التي تعطى للباحث مرة أخرى. فمثلا لو أنا بعمل هذا الاستبيان مثلا على المدرسين مثلا في مدرسة معينة، وخدت إذن من مدير المدرسة بتوزيع هذا الاستبيان، ممكن في المرة الثانية يعني مش هيتفهم ان انا بعمل اختبارات ثبات، او مثلا كنت بعمله مثلا على موظفين في شركه معينه ورحت خدت استئذان من مدير المؤسسه بذلك، وبعد كده اجي مره ثانيه اقول له وزع الاستبانه، ممكن لا يتفهم ان انت بتقصده انك انت بتعمل اختبارات لثبات الاستبيان، وبالتالي هنا ممكن يكون في صعوبه في اجراء اعاده الاستبيان مره اخرى على العينه الاستطلاعيه. ايضا هذه الطريقه لا تصلح، هذه الطريقه لقياس التذكر اذا كانت اسئله بتعتمد على تذكر المبحوث او المستجيب لبعض الاجابات، فممكن بعد اسبوعين لا يتذكر هذه الاجابات، وبالتالي نلاقي ان اختلفت الاجابات، وبالتالي يطلع الاستبانه غير ثابته، لانها بتعتمد اسئلتها على التذكر التي قد تختلف من فتره لاخرى. الطريقة الثانية وهي الثبات عن طريق التجزئة النصفية. الثبات عن طريق التجزئة النصفية. هنا بيتم تجزئة فقرات الاستبانة إلى جزئين. الجزء الأول مثلا يمثل الأسئلة الفردية، والجزء الثاني يمثل الأسئلة الزوجية. ثم يحسب معامل الارتباط بين درجات الأسئلة الفردية ودرجات الأسئلة الزوجية. هنا طبعا ده بيتم توزيع الاستبانة عادي على العينة الأصلية، وبعد ما أجمع هذه البيانات كلها وأبدأ أفرغها أشوف بقى الأسئلة الزوجية وأحسب، وطبعا أشوف متوسط هذه الأسئلة، طبعا بيبقى خاصة الأسئلة اللي هي تعبر عن أسئلة وصفية بنديها زي ما نشوف تكويد معين وأرقام معين، والأسئلة برضو زوجية كل سؤال وكل إجابة ليها تكويد ورقم معين، زي مثلا أوافق لا أوافق أوافق بدرجة كبيرة، بنديها دي أرقام زي ما هنشوف إن شاء الله في المحاضرة القادمة. وبعد كده بنشوف معامل الارتباط ما بين الأسئلة الفردية والأسئلة الزوجية، أو ما بين الأسئلة الفردية والأفريج بتاع الأسئلة ككل، ونشوف هل في معامل ارتباط قوي ولا لا، ومعامل الارتباط ممكن نحنا نقيسه قصدي معامل الثبات ريابيلتي كوفيشنت،
ممكن نحن نقيسه من خلال هذه المعادلة اللي هي 2R على 1 بلس ايه الار، حيث الار ده يمثل معامل الارتباط. ويشترط لإيجاد ثبات الاستبيان بهذه الطريقة أن يتم ترتيب فقرات الاستبيان وفقا لمعاملات السهولة والصعوبة، أي نبدأ بالأسهل باتجاه تنازلي إلى الأصعب والعكس. طيب مثال، مثلا أنا عندي مثلا أدي فقرات الفقرات بالأسئلة الفردية وأدي الفقرات بالأسئلة الزوجية، فأبدأ أرتب الفقرات بالأسئلة الفردية زي ما قلنا من الأسهل الأسئلة الأسهل إلى الأسئلة الأصعب في الإجابات بتاعتها، وهنا برضو الفقرات بالأسئلة الزوجية. طبعا هنا في رقم 10 هو المفروض مثلا يبقى رقم فردي وليكن مثلا 19، وهنا نفس إيه الكلام. المهم من عيوب هذه الطريقة إنها لا تصلح طريقة التجزئة النصفية للفقرات التي أعدادها صغيرة، وإنها لا تصلح لإيجاد ثبات الاستبيان متعدد الأبعاد. يعني ده بيكون فقط لما يكون أسئلة الاستبيان عبارة عن يعني بعد واحد وحاطط الأسئلة كلها ورا بعض، عشان كده بنقول إيه بنرتب الأسئلة الزوجية والأسئلة إيه الفردية. ولما يكون برضو إيه الأسئلة، لو الأسئلة هنا عدد الأسئلة الاستبيان صغيرة بتبقى هذه الطريقة ما بتديش نتائج إيه جيدة. الطريقة الثالثة بنسميه معامل ثبات كرونباخ، معامل ثبات كرونباخ ألفا، وده بيتم حسابه باستخدام برنامج الـ SPSS، ومن خلاله نحسب معامل بنسميه معامل التمييز لكل سؤال، ثم يتم حذف السؤال اللي معامل تمييزه إيه ضعيف أو سهل، وبعد كده بنشوف بعد كده قيمة ألفا هنا أو معامل ألفا، وبنشوف قيمتها لو كانت قيمتها مرتفعة وذات دلالة إحصائية أو معنوية إحصائية بنقول إن هنا إن الاستبيان يتميز بالثبات. في هذا المثال بنعرض استبانة، هناخد مثال كده وهنحاول برضو معاكم من خلال برنامج الـ SPSS ونشوف إزاي بنحسب معامل الثبات. هناخد مثال نعرض استبانة طبقها بعض الباحثين على معلمي وطلاب الصف الثامن الأساسي بهدف تقويم كتاب الرياضيات المقرر عليه حسب المنهاج الجديد الذي أقرته مثلا وزارة التعليم. وللتبسيط تم اختيار بعض الأسئلة في كل مجال من مجالات الاستبيان، مش هنقدر نعمل دلوقتي اختبار الثبات على كل الأسئلة، وإنما نختار بعض الأسئلة وهنحاول نطبق عليها اختبار الثبات. تناول الاستبيان جوانب أربعة وهي المحتوى وعرض المحتوى والرسومات ووسائل التقويم والإخراج، واشتمل كل مجال على عدد من الفقرات. زي ما قلنا هننتقي بعض هذه الفقرات للاختصار ونشوف ازاي نطبق ونحسب معامل الثبات في هذه الاستبيان. ده كان زي ما قلنا بعض الأسئلة التي وردت في الاستبانة. هنا ادي الفقرات التي سيتم في ضوئها التقويم، وهنا ده المقياس بتاعنا اللي هو التقدير، عالي جدا هنديله رقم 5، عالية رقم 4، ومتوسطة 3، منخفضة 2، منخفضة جدا 1. وهنشوف الاول الاسئلة الخاصة بالمجال الاول وهو المحتوى، ان يرتبط محتوى الكتاب باهدافه. على المستجيبين من المدرسين هيحطوا هنا ايه تقييم او تقدير لهذا السؤال. بعد كده يكتفي عدد الحصص المقررة لدراسة الكتاب، يكفي عدد الحصص المقررة لدراسة الكتاب. بعد كده مفاهيم الكتاب متسلسلة، وبدأ كله هذه الأسئلة اللي هي الثلاثة الأولانيين تعبر عن المحتوى أو المجال الأول. المجال الثاني كان عرض المحتوى ورسومات التوضيح والتوضيحات والأمثلة، أن يعرض المحتوى بطريقة مشوقة، وهنشوف نحط ايه هيحط تقييم. يعرض المحتوى بطريقة متكاملة، بعد كده الدروس في الوحدة متدرجة، وبعده هنا المستجيب وفقا لرأيه، ويشوف هيحط ايه الاختيار بتاعه وفقا من 5 اختيارات عندنا. المجال الرابع وهو وسائل التقويم، المسائل والتدريبات بقى. ترتبط التدريبات والمسائل بأهداف الكتاب، بعد كده ترتبط التدريبات والمسائل بمحتوى الكتاب،
يوجد اختبارات شاملة في نهاية كل وحدة، وبعد كده الاتجاه الرابع وهو الإخراج الداخلي والداخلي للكتاب، الغلاف الخارجي للكتاب جذاب، بند صفحات الكتاب مناسبة للقراءة، يخلو الكتاب من الأخطاء المطبعية. ده كان جزء من الاستبانة اللي وزعت على المدرسين. وزعت الاستبانة على عينة مكونة من 7 طلاب و3 معلمين، يعني هنا إجمالي العينة بتاعتنا 10 أفراد. والمطلوب تفريغ إجابات أسئلة الاستبانة باستخدام برنامج SPSS وحفظها بملف باسم مثلا تقويم، وبعد كده إيجاد معامل الثبات. تفريغ الاستبانة بيتم وفقا للدرجات اللي احنا حاطينها لكل ايه، لكل اجابة. فما نلاقي مثلا واحد مجاوب على السؤال الاول بعالية جدا هحط رقم كام؟ 5. عالية يبقى 4، متوسطة 3، منخفضة 2، منخفضة جدا 1، وهكذا. يبقى كل خيار ليه رقم معين. ونعطي اسماء للمتغيرات، وليكن مثلا المجال الاول الاسئله اللي هي الثلاثه بتاعت المجال الاول هسميها A1 و A2 و A3، دول من الاسئله بتاعت المجال الاول اللي هو ايه، المحتوى. والاسئله بتاعت المجال الثاني هسميها مثلا B1 و B2 و B3، دي اسئله المجال الثاني اللي هو عرض ايه، المحتوى. والاسئله الخاصه بالمجال الثالث وهو C1 C2 C3 اللي هي وسائل التقويم. واخر حاجه الاسئله الخاصه بالمجال الرابع اللي هي هنسميها برضو D1 و D2 و D3 اللي هي الاسئله الخاصه بالاخراج. وبالتالي هنلاحظ ان مداخل هذه البيانات هتكون بهذا ايه، الشكل. ادي المتغير الاول A1، ادي الاجابات بتاعه الافراد العينه على هذا السؤال، ادي هنا A2 وادي اجاباتهم على هذا السؤال. 4 معناها زي ما قلنا ايه، 4 يعني عالي، 5 عالية جدا، وهكذا. ودي هتمثل الإجابات على كل أسئلة الاستبيان للعشر أفراد اللي هي بتاعت العينة. حتى لو جينا نشوف ذلك على برنامج الـ SPSS، آدي البرنامج عندنا، دخلنا آدي المتغيرات سميناها، وبعد كده دخلنا الإجابات بتاعت افراد العينه بعد ما سميت هذه المتغيرات لغايه الدسري. يبقى دي تمثل من A1 A2 A3 لغايه الدسري، تمثل الاسئله بتاعه الاستبانه، ودي تمثل الاجابات بتاعه افراد العينه على الاستبانه. طيب بعد كده هنحسب علشان نطبق اللي هي طريقة ان احنا المتوسطين اللي ناخد الاسئلة الزوجية والفردية، هنقوم بحساب متوسط كل مجال من المجالات الاربعة. في الاول هنحسب متوسط اللي هو الـ A1 والـ A2 والـ A3، وهجيب متغير مثلا متوسط التلات اسئلة دول واسميها AVA، يعني الـ average بتاع المجال الاول اللي هو الـ A. ونفس الكلام بالنسبة للأسئلة الخاصة ب من B1 وB2 وB3، هجيب الأفريج بتاعها وسميه متغير AVB، يعني الأفريج بتاع البي، متوسط الأسئلة بتاعت المجال التاني. ونفس الكلام هحسب بالنسبة للأسئلة بتاعت المجال التالت، وهجيب الـ AVC، الأفريج بتاع ايه، المجال، أسئلة المجال التالت. واجيب المتغير يمثل الافريج بتاع المجال الرابع اللي هو AVD، وبعد كده برضو هحسب الافريج بتاع التوتال AV total. هيكون عندنا ادي المتغيرات، ادي AVA بعد ما حسبنا المتوسطات، وادي AVB، وادي AVC، وادي AVD، وادي AV total. وطبعا بنستطيع ان احنا نحسبها مباشره من البرنامج بتاع البي الاس بي اس اس. فادي حسبنا هنا، ادي هنا AVA وادي AVB وادي AVC وبعد كده AVD و AV total.
طيب بعد كده هننشئ ايضا متغيرين تاني اللي هو عباره عن متوسط الاسئله الفرديه باسم AVOD، والثاني عباره عن معدل الاسئله الزوجيه او متوسط الاسئله الزوجيه باسم AVEV. فيكون عندنا برضو ادي متغيرين AVOD متوسط الاسئله الفرديه، وادي AVEV متوسط الاسئله الزوجيه. برضو لو جينا شفناها في البرنامج هنلاحظ عندنا برضو هنا ادي في AVOD وادي AVEV، بس متوسط الاسئله الفرديه ومتوسط الاسئله الزوجيه. تمام. طيب نيجي نشوف نجيب ازاي معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية. زي ما قلنا هنجيب معامل الارتباط بين كل من المتغيرين AVOD و AVEVEN اللي هو متوسط الأسئلة الفردية ومتوسط الأسئلة الزوجية، وشوف مدى ارتباطها بالـ AV total واللي هو الـ AV total. ونشوف هنا معامل الارتباط في هذه الحالة هيدينا هذا ايه الجدول. طب تعالى نحسبها باستخدام البرنامج. هاجي من هنا من Analyze وهنختار Correlate عشان نجيب معامل ارتباط وBevariate، ونستخدم شوف المتغيرات اللي احنا عندنا تبقى في الخانة اللي على اليسار اللي هي AVOD و AVEVEN وال AVTOTAL. هناخد الثلاثة نوديهم هنا في الجنب اللي هو خاص بالمتغيرات، وادي عندنا التوتال. ممكن من احنا عايزين اللي هو معامل ارتباط بيرسون، عشان كده احنا ايه هو اوريدي بيبقى مختار، هو ده اللي احنا عايزين معامل ارتباط اللي هو بيرسون، ونعمل اوكي. هيدينا هنا ادي مصفوفة الارتباط ما بين المتغيرات الثلاثة الـ AV total والـ AV odd والـ AV even. فنشوف هنا معامل الارتباط هو ده اللي موجود عندنا في السلايد هنا. فنيجي نشوف طبعا الارتباط ما بين المتغير ونفسه دايما بيطلع معامل الارتباط ايه واحد لان نفس البيانات. طب تعال نشوف الـ AV odd مع الـ AV total معامل الارتباط تقريبا 828 من 1000، يعني حوالي 83 بالمية، فهو معامل ارتباط قوي. طيب تعال نشوف برضو معامل الارتباط ما بين الـ AV even والـ AV total. لاحظ معامل الارتباط كام؟ 84%. وأيضا حتى لو جينا نشوف الـ AV odd والـ AV even هنلاقي معامل الارتباط كام؟ 45%. يعني هنا برضو لما أجي أشوف هنا معامل الارتباط ما بين الـ AV odd والـ AV total أشوف الـ significant معامل بتاع المعامل الارتباط. يعني اللي نسميها المستوى المعنوية بتاع معامل الارتباط، فالمستوى المعنوية هنا ايه؟ منخفض، يعني في ارتباط قوي، او من الناحية الإحصائية بنقول هذا الارتباط ايه؟ معنوي من الناحية الإحصائية، يعني بنسبة هنا تقريبا ما يقارب من 99% في معامل ارتباط قوي ما بين ايه؟ ما بين المتغيرين. نفس الكلام ما بين الـ AV even والـ AV total. معامل الارتباط هنا 84، مستوى المعنوية ادي 0.002. لو مستوى المعنوية اقل من 0.05 بنقول ان هذا الاختبار معنوي عند 95%. لو المعامل الارتباط السيجنيفيكانت هنا او مستوى المعنوية اقل من 0.01 بقول ان معنوي عند 99%. فواضح ان الاثنين معنويين عند 99% لان الالفا هنا اقل من 0.0 ايه؟ 1 اللي هي significant، هنا اقل من 0.01 وهنا برضو اقل من 0.01، فمعناه ان في ارتباط قوي ما بين الـ AV even والـ AV total والـ AV odd والـ AV total، يعني معامل ارتباط قوي بدرجة معنوية او بمستوى ثقة 99%. يبقى اذا من هذا الاختبار اللي هو معامل التجزئة النصفية نستطيع ان نقول ان في ثبات في هذه الاستبيان. يعني شفنا الـ AV odd والـ AV even وشفنا الارتباط بالتوتال، لقينا ايه؟ ان في معامل ارتباط ايه؟ قوي.
طب الطريقة التانية وهي إيجاد معامل ثبات ألفا كولومباخ اللي هو قلنا برضو هنحسبه من خلال البرنامج. هنروح من القائمة Analyze ونختار Scale، هتظهر عندنا قائمة فرعية نختار منها Reliability Analysis، فيظهر عندنا مربع الحوار هنا. هنختار أول حاجة إحنا بنختبر اللي هو معامل ثبات ألفا، فنختار هنا ألفا من المود أو الموديل، وبعد كده هندخل المتغيرات الـ 12 بتوعنا في الناحية اليمين، ننقل المتغيرات المطلوبة إلى المستطيل اللي هو Items، وهي أسئلة المجالات الأربعة المكونة من 12 متغير اللي هي من A1 لغاية D3. وزي ما قلنا هنختار من الموديل هنا معامل ثبات ألفا وننقل على Statistics، هيظهر عندنا مربع الحوار التالي، هنطبق ده دلوقتي على البرنامج ونشوف، وهنختار Scale if item deleted، وبعد كده هنرجع تاني على اضغط على هذا الخيار زي ما قلنا Scale if item deleted، والهدف من هذا الخيار هو معرفة الفقرة التي يمكن حذفها من الاستبانة بهدف رفع معامل ايه الثبات. هو هنا البرنامج بيبين لي ايه هي الفقرة المفروض انها تتحذف علشان ترفع لي معامل الثبات بتاع الاستبانة، وبعد كده بنضغط على Continue، هنرجع لمربع الحوار الاصلي، هنضغط اوكي، هتظهر لينا النبات النتائج، وهنشوف هنا من النتائج ان معامل الثبات الفا هيساوي تقريبا 0.728، وهو معامل ثبات ايه مقبول، لما يكون معامل ثبات اكبر من 7 من 10 او يمكن كمان 65% في بعض الحالات، كل ما كان معامل الارتباط معامل ثبات الفا اكبر من هذا القدر فيكون معامل ثبات مقبول، وبالتالي نقدر نقول ان الاستبانه هنا تتميز بالثبات. نيجي نشوف الكلام ده على البرنامج. زي ما قلنا هنروح ادي لانالايز، ومن انالايز هنختار سكيل، ومن السكيل هيظهر لي هنا اهي ريابيليتي اناليسيز، هنختار ريابيليتي اناليسيز، زي ما قلنا هنختار كل المتغيرات اللي هي تعبر عن أسئلة الاستبانة اللي هي من A1 لغاية D3، وننقلهم للناحية اليمين بهذا الشكل كده، ده B1 B2 B3 C1 C2 C3 كده D1 D2 D3، دول ال 12 فقرة بتوع الاستبانة. وقلنا من الموديل هو حاطط اوريدي الفا، احنا اللي هو احنا عايزينه فعلا الفا، وبعد كده بنروح لستاتستكس، وقلنا هنختار سكيل اف ايتم ديليت، هنعمل عليها ايه سيلكت سكيل اوف ايتم ايه ديليت بس، وهنعمل بعد كده ايه كونتينيو، وفي النهاية هنرجع للمربع الحوار بتاعنا هنقول ايه اوكي عشان تظهر لنا النتائج. نيجي نشوف ادي هنا النتائج بتاع Reliability Analysis، ادي بيدينا هنا بالنسبة ل قيمة الالفا كولومباخ الفا لكل سؤال في الاستبانة من A1 الى A3. تلاحظوا ان معامل كولومباخ الفا يعني تقريبا كله فوق 6 من 10، معناها ان اسئلة الاستبانة هنا معظمها او جميعها تتميز بالثبات النسبي، كلها فوق 66%، ادي 66%، 68%، 72، 7 من 10، 63، دي يمكن اقل واحدة، 75، 74. المهم بعد كده لو عايزين نشوف معامل كولومباخ الفا للأسئلة ككل الاستبانة ككل، هنلاحظ ان هنا 0.714، ودي يدل على ان معامل الثبات هنا قوي ومرتفع في الاستبانة، وبالتالي فهو مقبول من الناحية الإحصائية، وده بيدل على ان الاستبانة عندي تتميز
بالثبات، بمعنى لو انا اعدت هذه الاستبانة مرة اخرى على عينة الدراسة النتائج تقريبا هتطلع لي ايه كما هي او قريبة جدا من النتائج اللي انا تحصلت عليها. دي اللي هي النتائج اللي احنا شفناها، يمكن في بعض الاختلافات البسيطة عن البرنامج، ممكن يكون في بعض الأرقام كان مدخلة بطريقة خاطئة، لكن يعني تقريبا نفس الأرقام ونفس ايه النتائج لحد كبير. ما هي العوامل التي تؤثر بقى على ثبات الاستبيان؟ ايه اللي يخلي ممكن الاستبيان بتاعي يتميز بالثبات او عدم الثبات؟ اول حاجة طول الاستبيان. طول الاستبيان كل ما زاد عدد الأسئلة كل ما ارتفع ايه الثبات في الاستبيان، وكل ما كان عدد الفقرات او الأسئلة في الاستبيان اكثر كلما ارتفع معامل ايه الارتباط. ليه؟ لان في علاقة طردية ما بين طول الاستبيان وثباته، وبالتالي كل ما كان الاستبيان يعني لحد ما الأسئلة بتاعته كبيرة وفي بعض زي ما نسميها المجالات او الاتجاهات المختلفة للاستبيان كل ده ما ادى الى ثبات الاستبيان. لكن برضو مش هنقدر نقول ان الطول هنا الى ما لا نهاية او مفيش ايه حدود للطول، لا، اذا زاد طول الاستبيان عن حد معين ممكن يؤثر سلبيا على ثبات الاستبيان. فمثلا لو جينا شفنا اقول المتغير التاني هو زمن تعبئة الاستبيان، فيؤثر المدة الممنوحة للاستبيان على ثباته، لأن العلاقة بينهما علاقة طردية، فكلما كان الاستبيان طويل شعر المفحوص أو المستجيب عليه بالملل والسآمة، وبالتالي إيه قلت ذلك من نسبة العائد والفاقد، وبالتالي إيه هنا كل ما كان زمن تعبئة الاستبيان متلائم مع وقت الاستبيان ومع الأسئلة ولا يؤدي إلى شعور المستجيب بالملل، كل ما ده يؤدي إلى ثبات إيه الاستبيان. طب نيجي نشوف التجانس بين افراد العينه، فلا بد ان يكونوا من طبقه واحده مثل المرحله العمريه او مرحله الدراسه او الاناث والذكور، لان التباين في بيكون ليه اثر على الاجابه على الاستبيان، وبالتالي ممكن لو في تباين كبير في عينه الدراسه ممكن ده يؤثر بشكل كبير على مدى ثبات ايه الاستبيان. وبالتالي حتى لو كان في عندي طبقات مختلفة في عينة الدراسة علي ان انا لما اجي اعمل تحليل ابقى واخد ده في الاعتبار واحلل لكل فئة لوحدها الاجابات، وبالتالي ابقى واخدها في التحليل. يبقى مثلا الفئة العمرية مثلا اللي هم صغار السن اعمل لهم تحليل لوحده ليه الاجابات بتاعته، اللي هم مرحلة الشباب اعمل لهم تحليل لوحده، كبار السن اعمل لهم تحليل لوحده. ليه؟ لان ممكن تختلف الاجابات زي ما قلنا باختلاف ايه المرحلة العمرية، او لو ذكور واناث ولقيت الاجابات ممكن تتأثر على حسب النوع يبقى هاخد الاستبيانات بتاعت الذكور واعمل لها تحليل لوحدها وبتاعت الاناث اعمل لها تحليل لوحدها، علشان هنا اقول ان فعلا لان ثبات زي ما قلنا ممكن يؤثر على النتيجة، فلو جمعت الاثنين مع بعض وعملت التحليل واحد ممكن تلاقي النتائج متضاربة معاك. فمن الافضل في هذه الحالة لما يكون في عندي عدم تجانس في افراد العينة ان انا اعمل تحليل لكل فئة من هذه الفئات لوحدها واوصل للنتائج الخاصة بهذه الفئة. ايضا قابلية الاسئلة للتخمين بتؤثر على مدى ثبات الاستبيان، فكلما كانت الاسئلة او الفقرات اكثر قابلية للتخمين كلما انخفض معامل ايه الثبات. لذا فان اسئلة الاختبار المتعدد افضل من الصح والخطأ، لان الصح والخطأ ممكن نخمنها، لكن اسئلة الاختيار المتعدد بتكون مبنية على مجموعة من الخيارات، وبالتالي المستجيب بيختار الخيار الذي يظن الى حد كبير انه ايه ان هو ده الخيار ايه الافضل من وجهة نظر. فكل ما كان الاسئلة بعيدة عن التخمين كل ما كان ده ليه اثر ايجابي على ثبات الاستبيان، بينما لو كانت الاسئلة كثيرة من التخمين ده يكون ليه اثر سلبي على ثبات الاستبيان. نيجي للاختبار الثاني الخاص بالاستبيان هو الفاليديتي او الصدق، مدى صدق الاستبيان، وشفنا ازاي ممكن نختبر مدى ثبات الاستبيان. دلوقتي عايزين نختبر مدى صدق الاستبيان، والصدق معناه
أن تقيس أسئلة الاستبانة أو الاختبار ما وضعت لقياسه، أي يقيس فعلا الوظيفة التي يفترض أن يقيسها. بمعنى آخر، أن أنا وزعت الاستبيانة دي لغرض معين، المفترض أن هذه الأسئلة فعلا تقيس هذا الغرض. نشوف يعني إيه الكلام ده. فالاختبار الصادق هو الذي يقيس الجانب الذي أعد من أجل قياسه. فمثلا لو وضعنا اختبار أو استبيان من أجل قياس قدرة المدير على اتخاذ القرار، فيجب تكون أسئلة الاستبيانة تقيس هذه القدرة، تدور حول مدى قدرة المدير على اتخاذ القرار. فلو كانت نتيجة القياس أن الأسئلة هي بتدور حول قياس القدرة على التفويض، على أن المدير يفوض صلاحياته لآخرين، فالاختبار هنا لا يمكن أن يتسم بالصدق. يبقى ليه؟ لأن الاختبار أو الاستبيان كان أصلا معد من أجل قياس قدرة المدير على اتخاذ القرار. فلقينا الأسئلة المحطوطة في الاستبيان هي حول قدرة المدير على تفويض صلاحياته لآخرين. فهنا في هذه الحالة أقدر أقول أن هذا الاستبيان لا يتصف بالصدق، لأنه لم يقيس الغرض الذي من أجله وضع هذا الاستبيان. وضحت الفكرة في دلوقتي. نيجي نشوف طيب أنواع الصدق. أنواع صدق الاستبيان، في عندنا عدة أنواع من الصدق بالنسبة للاستبيان. مش معنى بقول صدق الاستبيان إن في استبيان صادق واستبيان كاذب، وإنما مدى إن الاستبيان يعكس الغرض الذي من أجل صمم هذا الاستبيان. في عندنا عدة أنواع من صدق الاستبيان. فمثلا عندنا في الصدق الافتراضي أو الظاهري أو السطحي، وفي عندنا صدق المحتوى بتاع الاستبيان، وفي عندنا الصدق التجريبي، وفي عندنا الصدق التنبؤي. وفي عندنا أربع أنواع من الصدق بالنسبة للاستبيان: الصدق السطحي أو الظاهري أو الافتراضي، والنوع الثاني هو صدق المحتوى، ده هو نسميه أيضا صدق الأسئلة اللي داخلة في الاستبيان زي ما نشوف، وفي الصدق التجريبي، وفي الصدق التنبؤي. هنحاول نشوف الأربع أنواع دول من الصدق وكيف يمكن قياس مدى صدق الاستبيان. الصدق الافتراضي أو نسميه أحيانا الصدق السطحي، ده يعتبر أقل أنواع الصدق أهمية واستخدامه، يعتمد على منطقية محتويات الاختبار ومدى ارتباطها بالظاهرة المقاسة. فهو بيركز هذا النوع من الصدق على الشكل العام للاستبانة أو الاختبار، مظهره خارجي من حيث المفردات، موضوعيتها، وضوح تعليماتها، التعليمات بتاعة الاستبيان، ويطلق عليه اسم صدق السطح، كونه يدل فقط على المظهر العام للاختبار، يعني ما بيدخلش في التفاصيل بتاعة أسئلة الاستبيان ويشوف مدى صدقها وثباتها وصدقها، وإنما هنا بيركز فقط على المظهر العام بتاع الاستبانة، العنوان الرئيسي للاستبانة، الموضوعات الرئيسية المطروحة في الاستبانة، التعليمات الخاصة بالاستبيان، عشان كده بنسميه ده صدق السطح. النوع الثاني من الصدق هو صدق المحتوى. صدق المحتوى احيانا زي ما قلنا نسميه صدق الاتساق الداخلي لفقرات الاستبان، صدق الاتساق الداخلي لفقرات الاستبان. يقصد بصدق المحتوى هنا او الاتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات الاستبانة مع المجال الذي ينتمي اليه هذه الفقرة. زي ما شفنا احنا في الاستبانة اللي فاتت كان في عندنا اربع مجالات وفي اسئله داخله على كل مجال، فهنا صدق المحتوى بيشوف كل سؤال فرعي مدى اتساقه مع السؤال الرئيسي لهذا المجال. فهنا اذا كان في اتساق نقدر نقول ان في صدق داخلي او صدق المحتوى. يبقى يقصد هنا زي ما قلنا تاني بصدق المحتوى او الاتساق الداخلي مدى اتساق كل فقره من فقرات الاستبانه مع المجال الذي تنتمي اليه هذه الفقره. يبقى باخد المجالات المختلفه واشوف الاسئله الفرعيه
التي تنتمي إلى هذا المجال وشوف مدى اتساقها مع السؤال الرئيسي لهذه الفقرة. يمكن حساب الاتساق الداخلي للاستبانة وذلك من خلال حساب معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات مجالات الاستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه. ودي هنشوف برضو هنحسبها باستخدام برنامج الـ SPSS. النوع الثالث من الصدق نسميه الصدق التجريبي، الصدق التجريبي، وهو مدى ارتباط الاستبيان بمحقق خارجي ثبت صدقه. يعني مدى ارتباط بقى الاستبيان باستبيان اخر شبيه ليه ثبت صدقه، تم اختباره من قبل وثبت صدقه. يبقى اذا الصدق التجريبي ومدى ارتباط الاستبيان بمحك خارجي ثبت صدقه في قياس السمة التي يقيسها الاستبيان. والصدق التجريبي بيعتمد على ايجاد معامل الارتباط بين الاختبار الجديد بين الاستبيان اللي احنا بنصممها واختبار اخر سبق اثبات صدقه. يبقى نشوف معامل الارتباط ما بين الاستبانة اللي احنا بنعملها واستبانة اخرى تم يعني قياس الصدق فيها وثبت صدقها. نشوف معامل الارتباط ما بين الاثنين. ويعتبر هذا النوع من الصدق من افضل الانواع واكثرها شيوعا. وده نسميه الصدق التجريبي. في عندنا النوع الرابع وهو الصدق التنبؤي. الصدق التنبؤي. وهو مدى قدرة الاستبيان على التنبؤ بأنماط سلوك الفرد في المستقبل. مدى قدرة الاستبيان على التنبؤ بأنماط سلوك الفرد في المستقبل، زي مثلا تحصيل الأكاديمي واستعداد القدرات ومدى الحكم على الفرد من خلال درجات اللي بيجيبها مثلا التحصيل الاكاديمي او استعداد القدرات بمدى قدرته على مثلا انه ينجح مثلا في كليه ما. يعتبر هذا النوع من الصدق مؤشر لنتيجه معينه في المستقبل. زي ما قلنا بيقوم على اساس المقارنه بين درجات الافراد في الاختبار وبين درجاتهم على محك يدل على ادائهم في المستقبل. يبقى بناء على اختيارات الافراد في هذا المجال او في هذا الاختبار استطيع ان انا اقدر اقول ان ادائه في المستقبل في هذا التخصص هيكون جيد او لا. ويعتبر معامل الارتباط بين درجات الاختبار ودرجات المحك هو معامل صدق الاختبار. مثلا اختبار القدرات للطلاب المتقدمين لكلية التربية الرياضية. أنا قبل ما أقبله في كلية التربية الرياضية بعمل لهم اختبار قدرات. وبالتالي بناء على نتائج هذا الاختبار أقدر أقول إن هما يقدروا يكملوا في كلية التربية الرياضية. فهنا صدق تنبؤ. يبقى بالتالي بقدر من خلال هذه الأسئلة اللي أنا بطرحها على الراغبين الالتحاق بكلية التربية الرياضية أقدر من خلالها أقدر قدرتهم على الاستمرار بالدراسة في هذا التخصص ولا لا. ونشوف معامل الارتباط العالي بين الاثنين هو يعبر عن مؤشر الصدق التنبؤي في هذه الحالة. طيب ازاي احسب بقى صدق الاستبيان؟ في عندي ايضا عدة طرق للتعرف على مدى صدق الاستبيان. الطريقة الأولى وهي صدق المحكمين. صدق المحكمين يعني إن أنا هودي الاستبيان بتاعي بعد ما صممته إلى محكمين ذوي خبرة في هذا المجال وعليهم إن هيطلعوا على فقرات الاستبيان ويقول لي مدى ملائمة هذه الفقرات للغرض من هذا الاستبيان، هل فعلا تقيس هذا الغرض ولا لا؟ وبالتالي نقدر نقول ان الاستبيان هنا يتميز بالصدق. اذا صدق المحكمين هو عباره عن استطلاع اراء المحكمين والخبراء من اكثر
من أكثر طرق الصدق شيوعاً وسهولة وأشهر استخداماً لدى الباحثين. كثير من الباحثين علشان صعوبة قياس الصدق في الحالات الأخرى أو أن أنا ألاقي استبانة كانت صادقة ومحكمة قبل كده وأشوف معامل الارتباط ما بين أسئلتها وأسئلة الاستبيان السابق، طبعاً ده بيتطلب أن لازم يكون الاستبيان السابق عندي وعند الإجابات بتاعته، وأشوف الإجابات الاستبيان بتاعي وأشوف معامل الارتباط ما بين الاثنين. طبعا ده محتاج جهد ومحتاج بعض البيانات قد لا تكون لدى الباحثين. فكثير من الباحثين بيلجأ ان الاستبانة بتاعته بعد ما بيصممها بيوديها للمحكمين، وهم بيكون بقى ناس متخصصين في هذا المجال، اساتذة في هذا المجال وعندهم خبرة طويلة في مجال تحكيم الابحاث ومجال تحكيم الاستبانات، فاودي له الاستبيان. ولازم طبعا يكون في التخصص بتاعي، ليه؟ علشان يفهم الأسئلة الفرعية الموجودة في الاستبيان ومدى قدرتها على قياس الهدف الذي من أجله صمم هذا الاستبيان. وطبعا هنا بتكون التعديلات اللي بيطرحها المحكمين ذات أهمية كبيرة جدا للباحث، وضوءها بيعدل الاستبانة على أساس أن في هذه الحالة يبقى صدق الاستبانة متوافر في هذه الاستبانة. الطريقة الثانية زي ما قلنا هو إيجاد صدق المحك، وهو إيجاد الصدق عن طريق ارتباط الاستبيان بمحك خارجي ثبت صدقه. يعني ان انا اشوف الاستبيان بتاعي واشوف استبيان اخر كان اتعمل فيما قبل وتقريبا كان نفس يعني الموضوع، واشوف مدى ارتباط الاستبيان اسئلة الاستبيان بتاعتي او الاجابات على الاستبيان بتاعي بالاجابات على الاستبيان الاخر. إذا كان في معامل ارتباط قوي ما بين الاثنين أقدر أقول إن الاستبيان بتاعي صادق، ليه؟ لأن الاستبيان الثاني زي ما قلنا لازم يكون ثبت صدقه، مش هاجي أعمل هنا الارتباط ما بين الاستبيان بتاعي واستبيان آخر لم يتم ثبات صدقه، وبالتالي برضه هنا مش هيأدي الغرض. لازم أما أشوف معامل ارتباط ما بين الاستبيان بتاعي ومحك آخر أو استبيان آخر ثبت صدقه. فإذا كان معامل الارتباط هنا عالي وموجب، ولازم يكون موجب لان لو سالب معناه ان في ارتباط عكسي، فلازم يكون الارتباط طردي، يعني يكون معامل الارتباط عالي وموجب بمعنى ان الاتجاهات في نفس في نفس الاتجاه، وذو دلاله احصائيه. احنا اتكلمنا عن الدلاله الاحصائيه اللي هو مستوى المعنويه، ان يكون معامل الارتباط قوي وايضا لازم يكون موجب، ويكون معامل الدلالة الإحصائية أو نسميها المستوى المعنوية الإحصائية اللي هي تكون أقل من 0.05، أقل من 5%، عشان أقدر أقول إن هنا في ارتباط قوي بنسبة ثقة 95% أو 99% لو كانت أقل من 0.01. في هذه الحالة أقدر أقول إن الاستبانة بتاعتي تتميز بالصدق. الطريقة الثالثة وهي حساب الاتساق الداخلي للاستبانة. وما فيش مشكلة ان انا ممكن استخدم اكتر من طريقة للتأكد من مدى صدق الاستبيان، يعني ممكن ان انا استخدم الطريقة الاولى صدق المحكمين وبرضو لي يطمئن قلبي، وعلشان ازود درجة الصدق في الاستبانة ممكن ان انا استخدم ايضا طريقة تانية معاها او الطريقة التالتة ان انا احسب الاتساق الداخلي للاستبانة. وزي ما قلنا ازاي بحسب الاتساق الداخلي للاستبانة، ده من خلال حساب معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجالات الاستبيان والدرجة الكلية للمجال نفسه. يعني زي ما شفنا احنا عندنا في الاستبانة اللي كنا ضربنا بها المثال، في عندنا الاربع مجالات وعندنا في كل مجال تقريبا ثلاث اسئلة اللي هي الـ A1 والـ A2 والـ A3 والـ B1 والـ B2 والـ B3 وهكذا لغاية الـ D1 والـ D2 والـ D3. فحاول اشوف معامل الارتباط بين كل فقره من فقرات كل مجال وما بين متوسط هذا المجال. فاذا كان معامل الارتباط قوي ومعنوي احصائيا دل ذلك على صدق الاتساق الداخلي للاستبيان. طيب هناخد مثال كده، تم حساب الاتساق الداخلي لفقرات الاستبيان على عينه حجمها 30 مفردة، وذلك بحساب معاملات الارتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابع لهذه الفقرة.
وهنشوف النتائج وهنحاول نعلق ايه عليه. نيجي نشوف كده، ادي مثلا ده مثال اخر غير المثال اللي احنا كنا خدناه في السابق. فهنا كان الفقرات بتاعت الاستبانة بتاعتي مقسمة الى المحاور الرئيسية هي النفوذ الوظيفي، ارتفاع تجنب المجهول، والفردية والجماعية. ففي عندي اربع محاور ايه رئيسية، وداخل كل محور في عندي تقريبا برضو ايه اربع اسئلة او ثلاث اسئلة. فالنفوذ الوظيفي كان في ثلاث اربع اسئلة تندرج تحت النفوذ الوظيفي، وهي تمنحني الإدارة أو المدير المسؤول مرونة أكبر في اتخاذ القرارات، وتمنحني الإدارة قدر أكبر من الاستقلالية، تمنحني الإدارة تفويض أكبر في الصلاحيات، يمكنني مناقشة مسؤولي بسهولة ويسر في عمل. وعايزين نشوف مدى ارتباط هذه الأسئلة الأربعة بالمحور الرئيسي اللي هو ايه النفوذ الوظيفي. فحسبنا معامل الارتباط بين كل اجابه من الاجابات على هذه الفقرات وما بين المتوسط بتاع المحور الرئيسي، فلقينا معاملات الارتباط بهذا ايه الشكل. هنا 54%، 49%، 48%، 46%. يهمني قوي مستوى ايه الدلاله اللي هو مستوى المعنوي، لان طالما ان هذا الارتباط معنوي اذا في ارتباط قوي، في ارتباط ليه معنوي ايه احصائي. اذا كان مستوى الدلاله غير معنوي اللي هي قيمه الفا هنا المحسوبه، يبقى في هذه الحاله نقدر نقول ان معامل الارتباط ايه ما هواش كبير، وما هواش مرتبط، ان الفقره دي ما هياش مرتبطه مثلا بالنفوذ الوظيفي. هنلاحظ ان الفقرات الاربعه كلها معنويه عند تقريبا كله عند 1%. يعني هذه الأسئلة الفرعية مرتبطة بنسبة 99% بهذا المحور الرئيسي. نيجي نشوف المحور الثاني، ارتفاع تجنب المجهول. الأسئلة اللي كانت واردة على هذا المحور لقياسه، هناك قواعد وإجراءات عمل مكتوبة داخل مؤسسة. وسؤال الثاني، أفضل الوضع الحالي أو القائم ولا أرغب في تحدي المجهول. النقطة الثالثة، ترفض مؤسستي الأفكار والاقتراحات المقدمة من قبل العاملين. والنقطة الرابعة، لا يهتم الأفراد داخل مؤسستي بالوقت وإدارة إيه الوقت. يا ترى هل هذه فعلا الأسئلة الفرعية وهذه النقاط الفرعية في الاستبيان مرتبطة إلى حد كبير بهذا المحور اللي هو ارتفاع تجنب المجهول؟ بنيجي زي ما قلنا بنحسب معاملات ايه الارتباط ما بين هذه الفقرات الاربعة وما بين المحور الرئيسي، فلقينا معاملات الارتباط بهذا الشكل. اللي يهمني زي ما قلنا ايه، اول حاجة انه موجب، شفنا ان معاملات الارتباط موجب هنا. تاني حاجة ان مستوى الدلالة اقل من 5% في الحالات الاربعة، وبالتالي اقدر اقول ان في فعلا ارتباط، وارتباط معنوي من الناحيه الاحصائيه ما بين هذه الفقرات وما بين ايه؟ ما بين هذه الفقرات وما بين هذا ايه؟ المحور. يبقى اذا دي تعبر عن صدق هذه الاسئله في قياس هذا ايه؟ المحور، او اتساقه في قياس هذا ايه؟ المحور. نيجي نشوف المجال الرابع هو الفرديه. ونشوف كده الأسئلة اللي كانت واردة على الفردية. هنا أفضل العمل الفردي أكثر من العمل الجماعي. من 10، أميل إلى إنجاز الأعمال التي كلفت بها بشكل فردي. وهنا لا يوجد لدي رغبة في التعاون مع الآخرين داخل المؤسسة. هل هذه الأسئلة فعلا تعبر أو تقيس الفردية في هذا الاستبانة ولا لا؟ نحسب معامل الارتباط. هنا معامل الارتباط حتى قوي، 907 من 1000، وهنا 92 تقريبا، 93% 78%، ومعامل مستوى المعنوية يعني تقريبا صفر اهو مستوى الدلالة. معناه ان هذا الارتباط ارتباط قوي جدا ما بين هذه الاسئلة وما بين ايه هذا المحور، وده يدل على صدق هذه الاسئلة الفرعية في قياس الفردية في هذه الاستبانة.
نيجي نشوف المحور الرابع وهو الجماعية، وهنا كان بيقيسها برضو بمجموعة من العبارات وهي: أفضل العمل الجماعي الذي لا يتطلب العزلة والانفراد. أفضل العمل الجماعي الذي يتطلب العلاقات الاجتماعية، ويشجع التنظيم العاملين داخل مؤسستي للعمل ضمن فريق ايه؟ واحد. وحسبنا ادي معاملات الارتباط لانها موجبة، يعني في ارتباط طردي ما بينه وما بين هذا المحور، ونشوف اهم حاجة زي ما قلنا مستوى ايه؟ الدلالة ومستوى المعنوية، ولقيناها برضو جميعها اقل من 0.01 او 0.01 هنا. معناها ان في ارتباط قوي ما بين هذه الافراد ومستوى الجماعية، وبدرجة ثقة 99% او بمستوى معنوية 1%. يبقى هنا من خلال هذا الاختبار اختبرت زي ما قلنا ايه؟ صدق المحتوى او صدق الاتساق الداخلي للاستبيان. وضح ان فعلا كل مفردات الاستبانة تتسق بالصدق مع المحور الذي ايه؟ تتبعه. يبقى اذا زي ما شفنا يبين الجدول ان معاملات الارتباط المبينه معنويه عند مستوى الدلاله على الاقل 5% زي ما شفنا في بعض الحالات، حيث ان مستوى الدلاله لكل فقره اقل من 5%، وبذلك يعتبر فقرات الاستبانه صادقه لما وضعت لايه؟ لقياسه. طيب هنحاول برضو ان احنا نشوف باستخدام برنامج الاس بي اس اس ونشوف ذلك على المثال اللي احنا كنا ايه؟ عاملين. ادي المثال، احنا كان عندنا اربع مجالات اللي هما الاي والبي والسي والدي، ودي كانت الاسئله بتاعت كل مجال. فهشوف معامل الارتباط ما بين الاي 1 والاي 2 والاي 3 والافريج بتاع الاي، واشوف معامل الارتباط ما بين البي 1 والبي 2 والبي 3 والافريج بتاع البي، ومعامل الارتباط ما بين السي 1 والسي 2 والسي 3 والافريج بتاع السي، وهكذا بالنسبه للدي، واشوف هل فعلا في اتساق داخلي للفقرات ده مع المجال بتاعها ولا لا. نيجي نشوف بالنسبه للمجال الاول اللي هو الاي، نيجي انالايز وقلنا كوريليت بيفاريت، ايه هنختار بيرسون، وهنختار هنا خلاص نعمل ريسيت هنا نرجع البلد زي ما كان. هنيجي نشوف ما بين ال A1 وال A2 وال A3 مع ال average بتاع ال A، وهنعمل اوكي. نزل كده تحت شو correlation هنا، انا يهمني بس الكورليشن بين الـ A1 والافريج، هنا ادو كام؟ 71% مستوى معنوية تقريبا 0.02، يبقى معنوي، يبقى في الفقرة دي فعلا تعبر عن هذا المجال. نيجي نشوف الـ A2، هنا مستوى الارتباط 35% لكن مفيش معنوية، يبقى هذه الفقرة المفروض تطلع، مفيش ارتباط ما بينه وما بين ايه؟ هذا ايه؟ المجال. شفتوا؟ يبقى اذا في اختبار صدق المحتوى هنا بين لي ان الفقرة الثانية في المجال الاول ما لا تقيس هذا ايه؟ المجال، كان مفترض ان ايه؟ تطلع من هذه ايه؟ الاسئلة. طيب نيجي نشوف الفقرة الثالثة ومدى ارتباطها بالـ AV1 82%، يهمني برضه اشوف مستوى ايه؟ المعنوية السيجنيفيكانت اهو، هنا 0.004 دي متسقة. يبقى اذا الفقرة A1 و A3 هي اللي تقيس هذا المجال، لكن A2 المفترض ان انا اطلعها بقى من الاستبانة. وشوفنا ازاي اهو من خلال صدق المحتوى استطعت ان انا اشوف مدى صدق هذه العبارة في التعبير او في قياس الهدف اللي من غرضه هذا ايه؟ هذه العبارات وضعت اللي هي المجال ايه؟ الاول. يبقى في هذه الحالة لابد ان انا استبعد الفقرة الثانية من اسئلة ايه؟ الاستبانة. نيجي نشوف بالنسبة للمجال التالي، نيجي زي ما قلنا من analyze correlate ايه بيفاريت، هنا بقى نعمل reset
ندخل البيانات اللي احنا عايزينها التانية اللي هي B1 و B2 و B3 ونشوفها مع الأفريج بتاع ايه البي، نعمل اوكي. نيجي نشوف كده النتائج بتاعتنا، هنلاحظ ان البي 1 مع الافريج معامل الارتباط 88% ومعنوية عند 0.001، فهنا في اتساق ايه كبير. طب تعال نشوف البي 2 مع الافريج بتاع البي 2، معامل الارتباط ضعيف جدا 0.01 وما فيش معنوية خالص، يبقى برضه هذه الفقرة المفروض انها ايه تستبعد، ما هياش تعبر عن مدى الاتساق مع هذا ايه مع هذا المجال. البي 3 معامل ارتباط 65% وبرضه معنويه هنا عند تقريبا 5% لان هي 0.035 فاقل من 0.05، يبقى اذا معنويه عند مستوى كام؟ 95%. يبقى اذا في المجال الثاني الاسئله التي تتسم بالصدق والاتساق الداخلي هي الفقره بي 1 وبي 3، لكن البي 2 لا بعيد شويه. نفس الكلام هنعمله بالنسبة للسي، ادي هنا من analyze correlate evaluate، نعمل reset، ندخل دلوقتي العبارات الخاصة بالمجال الثالث C1 C2 C3 مع الافريج C ونعمل اوكي. نيجي كده نشوف النتائج، هنلاحظ هنا النتائج ان السي 1 مع الافج بتاع السي في ارتباط قوي 91% ومستوى معنويه يعني هنا ادي السيجنفكانت بزيرو، يعني معناها ان ده في علاقه ارتباط قويه وبنسبه 99% على الاقل. السي 2 ايضا الارتباط قوي 0.80 ومستوى معنويه برضو اقل من 0.01. والسي 3 برضه هنا معامل الارتباط 61% والى حد ما ممكن نقول ان مقبول عند 5% معامل المستوى المعنوي، يبقى نقدر نقول ان الفقرات الثلاثه سي 1 وسي 2 وسي 3 تتسم بالاتساق والصدق الداخلي مع المجال بتاعها اللي هو السي اللي هو من اجله وضعت هذه الاسئله. نيجي لاخر حاجه وهي الاتساق بتاع الفقرات المجال الرابع، زي ما قلنا نروح لكوريديت بيفاريت، نعمل ريسيت، ندخل الفقرات بتاعة المجال الرابع D1 و D2 و D3 مع الأفريج بتاع D ونعمل أوكي. نيجي نشوف كده معاملات الارتباط هنا، هنلاحظ ما بين الدي 1 والافريج بتاع الدي 1 معامل ارتباط 80% 8 من 10 ومعنوية عند 1%. الدي 2 ايضا معامل ارتباط قوي 9 من 10 ومستوى معنوية برضو عند 0.0، عندي معنوية درجة ثقة نقدر نقول اكتر كمان من 99%. والدي 3 نفس الكلام معامل ارتباط قوي ومعنوي عند 1%. يبقى نقدر نقول ان الثلاث اسئله فرعيه تتسم بالثبات بالاتساق او الصدق الداخلي او الاتساق الداخلي للفقرات وتقيس الغرض الذي من اجله وضعت ليه اللي هي تتمثل للمجال ايه التالي. يبقى قدرنا هنا ان احنا نختبر مدى الاتساق الداخلي لفقرات الاس تي بي ام، عرفت ايه هي الفقرات المفروض اطلعها علشان لا تتسم بالصدق النسبي او الاتساق الداخلي، وبالتالي ابدا بقى اطبق الاستبانه بعد استبعاد هذه الفقرات اللي انا شفتها انها لا تتمثل لا ترتبط بالثبات النسبي او لا تحقق الصدق النسبي للاستبانه. كده يبقى تعرفنا على كيفيه اختبار ثبات الاستبانه وصدق الاستبيان، اقدر ان انا بعد كده اوزع الاستبيانه وانا مطمئن، اقدر ان انا بعد كده نشوف تحليل البيانات اللي انا جمعتها ازاي هحللها، وده ان شاء الله هيكون موضوع محاضرتنا القادمة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.